لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، لازلنا مع كتاب الذكر. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قدمنا في اللقاء السابق ذكر شيء من معاني هذه الجملة المباركة، وبينا ما ذكره أهل العلم أن من أكثر منها أفضت به إلى الجنة أو كانت بابه إليها. وقولهم حول هذه الكلمة في بيان أنها كنز من كنوز الجنة هي كالكنز في نفاسته وصيانته من أعين الناس، ثوابها مدخر في الجنة وهو ثواب النفيس، كما أن الكنز أنفس الأموال، هي من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة. الليلة إن شاء الله نتجول مع الأحاديث التي ذكرها الإمام المنذري رحمه الله، ونذكر شيئا من فوائدها. أولا، رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله بعدة وسائل. الوسيلة الأولى، بيّن أنها كنز من كنوز الجنة، بيّن أنها كنز من كنوز الجنة. الوسيلة الثانية، أنها كلمة من تحت العرش. الثالثة، أنها باب من أبواب الجنة. الرابعة، أنها من وصايا أبينا إبراهيم عليه السلام للأمة. الخامسة، أنها غراس الجنة، أنها غراس الجنة. وفي الأحاديث فوائد، يعني عندنا حوالي 15 فايدة على الأحاديث الباب. أولها، تذكير المسلم أخاه بما ينفعه، تذكير المسلم أخاه بما ينفعه، كما في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تبادئ أخاك بتذكيره بذلك، ولا يلزم أنه هو الذي يطلب، وإنما تبدأ أنت: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ترغبه ببيان فضلها وثوابها. أيضا، استحباب الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ركز بقى، قال إيه؟ أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي أن نتفقد ذلك في يومنا وليلتنا، فالذين يشكون من ضيق الأحوال وشدة الظروف وغير ذلك وكثرة المشاكل، ينبغي أن يكثروا من هذه الكلمة المباركة: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا فيه ذكر الحكم مقرونا بالحكمة والسبب، وهذا أعون على الامتثال والاجتهاد في العمل. ذكر الحكم مقرونا بالحكمة والسبب. قال أكثر، ثم قال: فإنها. هذا مما يرغب ويحبب في العمل. أجازة. أيضا، ذكر الفضائل معين على امتثال الشعائر، ذكر الفضائل معين على امتثال الشعائر. وفي حديث أو في رواية أخرى لحديث أبي هريرة: فإنها، أو قال كلمة من تحت العرش، من كنز الجنة.
العرش سقف الجنة، سقف الفردوس، وتحت العرش كنوز لا يعلمها إلا الله. من يذكر لنا شيئا نزل من تحت العرش؟ نعم، وأيضا الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، نزل بهما ملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته أو أوتيته، يعني حين تقرأ بحروف هاتين سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة يجاب للإنسان ويعطى سؤله. ضرورة تفهم الأذكار ليحصل العبد ثمرتها، وهذه أين في فصل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أين هي؟ من يذكر لنا من أين استخرجت هذه الفائدة؟ ضرورة تفهم الأذكار ليحصل العبد ثمرتها. أنا أعلمك؟ لا، حين يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله: أسلم عبدي واستسلم. فهل الإنسان حين يقول هذه الكلمة فعلا يكون قد أسلم واستسلم لله، أم هي مجرد كلمة تجري على اللسان لا يعي ولا يفهم معناها؟ نعم هو مأجور وله ثواب وأجر على ذكره هذا، لكن الأكمل والأتم والأعظم في الأثر والأجر أن يتفهم إيه معنى. عشان كده اسمع الدرس اللي فات وإحنا شرحنا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله في درس كامل: أسلم عبدي واستسلم. ضرورة تفهم الأذكار ليحصل العبد ثمرتها، بين قوسين أسلم عبدي واستسلم. فهل نتحقق بهذا المعنى عند ترديدها؟ وفي قوله: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، هذا فيه أن للجنة أبواب وسميت بأسماء العمل الصالح ترغيبا في الإكثار منه، زي باب الصلاة، باب الإيه؟ الصدقة، باب الجهاد، تمام، باب الريان. حتى إذا أراد الإنسان أن يدخل من باب من هذه الأبواب فليجتهد في العمل الصالح الذي سمي به باسمه. للجنة أبواب وسميت بأسماء العمل الصالح ترغيبا في الإكثار منه. أيضا في هذه الأحاديث شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على راحته. أين شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على راحته؟ أين؟ في حديث قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال: فأتى علي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين، وفي رواية عند البيهقي: واضطجعت، بصلى ركعتين وإيه؟ ونام، فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه مداعبة المربي طلابه تنشيطا لهم وتحبيبا في إيه؟ فضربني بإيه؟ برجله. مداعبة المربي طلابه تنشيطا لهم وتحبيبا. أيضا استحباب البداءة بالخير كالتعليم وغيره: ألا أدلك، هو الذي يبدأه. قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له إبراهيم عليه السلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. يبقى إذن أتانا أمر من من؟ من إبراهيم عليه السلام. بماذا؟ بالإكثار من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: ما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه تضاف إلى ما سبق وذكرنا من الغراس، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حياة الأنبياء عند الله عز وجل في السماوات، هذه المستفادة من هذا الحديث، حياة تختلف عن الحياة التي عليها الناس الآن. أيضا من الفوائد الجنة طيبة وهي دار الطيبين، لذلك من كان فيه شيء من الخبث دخل النار حتى يطيب، حتى يصلح لدخول الإيه؟ لدخول الجنة، ونعوذ بالله من النار. ما المقصود بتراب الجنة هنا أو تربة الجنة؟ فإن تربتها طيبة. ما المقصود بتربة الجنة يا شباب؟ التراب والتربة وردت في أحاديث أخرى، وهي ترابها الزعفران، تراب الجنة وتربتها الزعفران كما ثبت في الأحاديث الأخرى. وهذا الحديث يدل على أن الذكر غراس الإيه؟ الجنة، ومن كان له شيء في الجنة دخلها. الذكر غراس الجنة، ومن كان له شيء في الجنة دخلها. في حديث أبي أيوب نفسه في رواية أخرى، أكثروا من غراس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها فأكثروا من غراسها. قالوا يا رسول الله وما غراسها؟ انتبه للإضافة، قال أو الزيادة، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يفيد فائدة، وهي استحباب زيادة ما شاء الله مع لا حول ولا قوة إلا بالله أحيانا، لأنها وردت في بعض الروايات. في حديث أبي ذر، الحديث الأخير في هذا الفصل، قال كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ البدء بالسؤال تنبيها وتنشيطا، البدء بالسؤال واستغلال المواقف المختلفة في إيصال المعاني الإيمانية والتربوية، حتى لو كان يسير، ربما أنه قال له ذلك وهو يسير خلفه. قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مخصصة أو مختصة بالصباح والمساء، لأنه قد سبق وذكر شيئا وطرفا من أذكار الصباح والمساء لو تذكرون، وهنا يذكر أذكارا أو ينقل أذكارا تقال بالليل والنهار، لكن غير إيه؟ يعني إيه غير مختصة بالصباح والمساء؟ مطلقة، نعم، يعني لا يلزم أن تقيد بالوقت في الصباح والمساء، بل طوال اليوم أو طوال الليل. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، من أول إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ من كل سوء، نعم، كل شر، ها، ما ده سوء، كفتاه قيام الليل. طب هو كتب عندكم المعنى كفتاه، أي أجزأتاه عن قيام تلك الليلة. والله خسارة يا شباب، لما تلاقي واحد ما بيقرأش الآيتين دول ولا بيصلي قيام ليل، هو انت الآيتين دول هياخدوا ايه لو قرأتهم؟ مش هيكمل دقيقتين وتكفيك عن قيام الليل، يعني أخذت ثوابا على قدر فعلك. لا شك أن القيام أكمل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة، يبقى هذه حصن وحرز وحماية تحفظ صاحبها من الآفات التي تكون في تلك الليلة، وهذا هذه ثمرة عظيمة. طيب التفسير الثالث كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلته أو الليلة،
فلا يقربه ليلة. يبقى طوال الليل أنت في إيه؟ في حرز وحفظ من الشيطان. وقيل معناه حسبه بهما فضلا وأجرا، يعني كفاية عليه الأجر اللي أنت إيه؟ اللي أنت حصلته بإيه؟ بقراءة هاتين الآيتين. وهذه كلها معان صحيحة لا تضاد ولا تعارض بينها، كلها معان صحيحة تصدق على ثواب قراءة هاتين الآيتين، ويصلح ويصح تفسير كفتاه بكل هذه التفسيرات. ونحن نطمع في كرم الله سبحانه وفي جوده أن تكون هاتان الآيتين أو الآيتان سببا لتحصيل كل هذه الفضائل، أن يكفيك الله عز وجل بهما الآفات، أن يحفظك بهما من الشياطين، أن تجزئك عن قيام تلك الليلة. نسأل الله الكريم من فضل. إذن استحباب من فوائد الحديث استحباب قراءة خواتيم البقرة كل ليلة، سواء عند النوم أو قبل ذلك، أن يأتي بها في الليلة أو في الليل. عظم ثواب هاتين الآيتين كما جاء في تفسير كفتاه. خواتيم سورة البقرة كنز من تحت العرش كما سبق في الحديث، أبشر بنورين أوتيتهما أو أعطيتهما. سعة رحمة الله تعالى وعظيم فضله إذ جعل هذا الثواب العظيم على هذا العمل الإيه؟ اليسير. سعة رحمة الله تعالى وعظيم فضله إذ جعل هذا الثواب العظيم على هذا العمل اليسير. وإلا فكثير من المكلفين ربما عجزوا بالفعل عن قيام الليل أو عن الإكثار من الصلاة بالليل، فعليهم بإيه؟ بقراءة هاتين الآيتين. أيضا مع التفهم يحصل النفع الأتم ويعظم الأجر. ليس كل من قرأ هاتين الآيتين حصل الكفاية التامة، ليس كل من حصل الكفاية حصل كل هذه الأنواع. إذن التفاوت راجع وعائد إلى الإيه؟ التفهم. تمام، أن تفهم معاني هذه الآيات وتتدبر فيها. مع التفهم يحصل النفع الأتم ويعظم الأجر. هناك تكليفان. التكليف الأول، طالما كانت أو هاتان الآيتان لهما هذا الفضل وذاك الثواب، نريد بحثا مختصرا في تفسير هاتين الآيتين، ولو أن ترجع فقط إلى تفسير ابن جرير تلخص منه ما قيل حول هاتين الآيتين، أو ابن كثير والقرطبي، اختر ما شئت، وإن شاء الله تكون هناك جوائز على البحث الأفضل إن شاء الله. نقول مثلا أسبوع كفاية ولا نخليه أسبوعين؟ أسبوع كويس إن شاء الله. أيضا من التكليفات الدعوية المهمة، بلغ صاحبا لك هذا الخير، فربما غفلت فانتبه هو وذكر فحصلت أنت الثواب. يعني أنت عرفت اللي يقرأ الآيتين دول في ليلة كفتاه، طيب بلغ صاحبا لك والدا ولدا هذا الخير، فربما غفلت أنت وذكر هو فحصلت أنت الثواب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه ابن خزيمة وصححه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. ما عكس الحديث؟ من لم يقرأ هذا القدر كتب من الغافلين. طيب كم ليلة كتب العبد من الغافلين حين لم يقرأ هذا القدر من الآيات؟ كثيرة هي الليالي التي مرت على البعض وكتب فيها من الغافلين، لأنه لم يقرأ بالآيات العشر أو العشرة. طيب 10 آيات أي سورة؟ الفاتحة والإخلاص. تمام، لو لم تحتسب الفاتحة، لو أردت يعني سورة العاديات 11 آية، تمام، أي
أي سورة يعني تحقق هذا العدد حتى لا تكتب من الغافلين. من قرأ هذا يشمل القراءة في القيام أو دون الصلاة، يعني قرأ ذلك في صلاة أو في غير الصلاة، لأنه لم يعين هنا، فإنما قال من قرأ 10 آيات في ليلة، لم يذكر في صلاة أو في غير الصلاة. أيضا فيه سعة فضل الله تعالى، إذ يكتب العبد من الذاكرين بهذا العمل اليسير. أنا عايزك بس تتفكر في لحظة الحساب يوم القيامة، حين تعرض على الإنسان صحيفته فينظر في الليالي التي مرت عليه، هو عاش مثلا 50 سنة 60 سنة، اضرب في 365، شوف هيطلع كم ليلة، كم ليلة فيهم كتب من الغافلين وكم ليلة كتب من الذاكرين، عشان احنا عايزين نبدل بقى الغفلة بالايه، بالذكر. ابدأ كده الليلة دي وابدأ طبق السنة دي، وخلي يعني الموضوع ده عندك دوما في كل مجلس تحضره، اللي انت تحاسب نفسك في كل مجلس، ايه اللي انا استفدته، هعمل ايه، هطلع من الدرس بايه. فانت لو طلعت من الدرس بالفايدة دي بتاعت الحديث ده، حديث من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، طلعت ده طلعت ده، هذا فضل كبير. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، وهذا يدل على كثرة من يبيت في غفلة من المسلمين لجهلهم بهذا الخير. انشر هذا الخير، كثرة من يبيت على غفلة أو في غفلة من المسلمين لجهلهم بهذا الخير، استحباب المداومة على هذه الخصلة وتلك السنة، مراعاة أحوال المكلفين والتيسير عليهم. تلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما قالش مثلا إيه 200 آية 300 آية 1000 آية، أول حاجة بدأ بها إيه 10 آيات، فالإنسان لا يعجز عن ذلك. هناك درجات أعلى، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، يعني مديم العبادة، ومن قرأ 1000 آية كتب من مقنطرين. يعني إيه مقنطرين؟ يعني يعطى الأجر بالقنطار، في حديث في صحيح الترغيب والترهيب، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. يعني عملت مسابقة كده في البيت عندك وقلت لأولادك اللي هيقرأ كل يوم 1000 آية هجيب له آيفون في آخر الشهر، هيعملوا إيه؟ هيقرأ المصحف كله، خدت بالك؟ طب أنت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم مش هتصدقه ولا هتصدقه؟ يقول لك خير من الدنيا من أيام ربنا خلقها إلى أن تفنى، فيها قد إيه تليفونات؟ تخيل؟ خدت بالك؟ فيها قد إيه عقارات؟ فيها قد إيه سيارات؟ فيها قد إيه أموال؟ هو بيقول لك خير من الدنيا وما فيها. بس أنت تقرأ 1000 آية، جزء تبارك وجزء عام. الله المستعان. كتب من المقنطرين. استحباب المداومة على هذه الخصلة وتلك السنة، مراعاة أحوال المكلفين، ذكر الأجر والثواب يحفز على الامتثال. ذكر الأجر والثواب يحفز على الامتثال. طب كتب ديت فيها إيه؟ إثبات كتابة الأعمال. فكل واحد يبقى حريص إن يكتب عنه شيء يسره يوم القيامة. في ناس تكتب من الغافلين، في ناس تكتب من المجرمين والعياذ بالله، متجرئين على الحدود، ملائكة بتسجل عليك كل حاجة. فكرش اللي انت في ظلمة الليل محدش شايفك، لا، ملائكة معاك عن اليمين وعن الشمال، ايه ها قعيد، تمام كده. فكل حاجة هتسجل عليك، استخبيت بقى ما استخبيتش، كله نايم وانت صاحي لوحدك، كله بيتكتب. فانت استحي من رؤية الملائكة وتسجيل الأعمال، واحرص دوما على تكفير ما يقع منك من السيء، من العمل السيء. هذا أفضل ممن يصر على المعصية حتى وإن أذنب، يتبع السيئة بالإيه، يحصل إيه، تمحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان أحرص ما يكون على ألا تتبع السيئة بالإيه، لا، عايز يأسك، يقول لك ما باظت بقى، هات بقى، ويروح إيه موقعك في إيه سيئات تانية وتالتة وراء، إلى أن تصاب باليأس والعياذ بالله تعالى. أنت لا، أنت أغضه بأن تتبع السيئة بإيه؟ بالحسنة، ولا تيأس من نفسك أبدا. طب 10 آيات مش ممكن تفيدنا فايدة كمان؟ إيه هي؟
اللي هو نقول قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني واحد بيصلي بألف آية مرة كل شهر كل شهرين، نقول له لأ انت داوم على الايه 10 آيات، وما فيش مانع تجيب الألف آية كل فين وفين، بس خلي ليك ايه عمل ثابت، لان ده ايه اكتر حاجة تؤثر في النفس وتهذب النفس وتغير النفس بإذن الله تعالى، بدل هذا الكثير المنقطع الذي ليس بدائم. طيب نأخذ حديثا ونختم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك عليهم. فقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم والنسائي. في الحقيقة هذا الحديث مليء بالكنوز، طبعا فوق ما يناسب ما يتعلق بالترجمة اللي هو استحباب ايه قراءة سورة الإخلاص. لماذا؟ لأنها تعدل ايه ثلث القرآن. نعم، هذه الفائدة الأم في الحديث، لكن انظروا للأسلوب النبوي حين بدأ الصحابة بهذا السؤال، فقال، وفي بعض الأحاديث الأخرى أنه قال لهم: احشدوا أو احتشدوا، يعني إيه؟ اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. والصحابة سمعوا ثلث القرآن هيقرأوا، فطبعا لما اجتمعوا فقرأ عليهم إيه؟ فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف التنوع الأساليب كيف هي. كده بنقول للدعاء اتغير بقى، ما بلاش الأسلوب الإيه النمطي والأكاديمي، طالما ما فيش مخالفات شرعية وغير عشان يناسب جميع الإيه الأطياف وينتفع بك أي أكثر الناس. هنا بدأ بالسؤال، قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فكان ممكن، وممكن تلاقيها موجودة في بعض الأحاديث الأخرى بيانا أن قلوا ثلث القرآن، لكن شوف هنا الأسلوب. كل اللي قاعد هيتسأل السؤال ده هيحصل إيه؟ هينتبه إيه تلت القرآن وفي ليلة؟ عشان كده حتى تلاحظ إيه؟ فشق ذلك عليهم، ودي فيها فايدة كبيرة. يبقى نقول أولا البدء بالسؤال تنشيطا وتنبيها للسامعين، أدي واحد. اثنين مراعاة أحوال المكلفين وتعليمهم ما يسهل عليهم والتدرج في التربية والأخذ بالأوراد. بعض الشباب عايز يختم كل أسبوع، هي بدايته كده، عايز يصوم يوم ويفطر يوم، عايز كل يوم يصوم، حلو وجميل، بس هل ستواظب على ذلك أم ستمل وتنقطع؟ إذن الأفضل أن تأخذ نفسك بإيه؟ تدريج. ابدأ بإيه بقى؟ خاتم سورة البقرة 10 آيات تصلي بها، قل هو الله أحد، سورة تبارك كما سيأتي في الحديث الذي بعده، فلأن من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب. سورة إيه؟ تبارك. تمام. ثم تدرج في الازدياد من الخير. طيب هنا أيضا لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة شق ذلك عليهم، فيها فائدة مهمة. ما هي يا شباب؟ ها؟ الصحابة كم؟ مش نعم. ها؟ ما كان بيقرا بس مش بيكمل كل الكلمة. تمام، قربت. ها؟ هيا عادوا على القراءات القرآن بأقل من ثلاث. نعم، الله ينور. رغبتهم في التفريز السريع يعني هم يطبقوا على طول. هي فعلا الفايدة اللي خالد وأحمد قالوها، أنت لما تنظر في سيرة الصحابة تجد السهولة واليسر. ليه؟ لقربهم من منبع النور من النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاقي الهدي بتاعهم سهل التطبيق. تنزل على درجة التابعين الدنيا تغير، تبالك تلاقي اللي بيختم 3 ختمات في الليلة و5 ختمات، واللي بيصوم لا يفطر، والذي يصلي الفجر بوضوء العشاء، وفي ناس تظل منبهرة بذلك. حتى حدا هذا الكلام ببعضهم إلى أن قال: كلما جلستم تحدثون من السماء ومن تحت الأرض، حدثونا مما بين السماء والأرض. يعني قولوا لنا إيه
النماذج ايه؟ واقعية. طبعا لا شك اننا نقتدي بالانبياء ونقتدي بالصحابة ومن جاء بعدهم على نفس المنهج فعلى العين والرأس، ومن خالف ايضا على العين والرأس، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول: ما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة. وايضا في حديث اخر: ولا صلى ليلة كاملة الى الصباح. مش دي هتلاقيه كتير في مواقف التابعين؟ طب خلاص ما تصدمش، عشان كده ده انا فصلته في كتابي في الجزء الثاني اللي هو بصائر للناسكين، ورديت على الشبهات اللي بتثار في هذا الامر. طب ازاي، وازاي سيدنا عثمان فعل، وازاي كذا، وازاي كل ده، ما ان شاء الله هتلاقيه في البصائر ومردود عليه. لكن ان تحدث الناس بهذه النماذج مثنيا عليها منبهرا بها كيف وهي خلاف السنة؟ ألم تسمع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مهما كانت درجة وقدر الذي خالف، لا يوضع هدي أحد في مساواة هدي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لذلك الصحابة ما كانوا يقرؤون القرآن بنفس الصورة التي كان يقرأ بها التابعون في الإكثار من القراءة. حين أتى نهيك بن سنان لابن مسعود وقال: قرأت المفصلة الليلة أو في ركعة، وكأنه يعني ما يثني، قال هذا كهذ الشعر. يعني كده تخيل بقى واحد يقول لك أنا صليت بالقرآن كله في ليلة. أنت فكرني أقول لك ما شاء الله، ده أنت حاجة، ده إيه البطولة؟ لا، يقول لك هذا ليس بمحبوب ولا بمستحب وليس بفاضل، بل الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يثبت أنه قرأ القرآن في ليلة ولا قام ليلة كاملة إلى الصباح. إذن ما ورد عن بعض الصحابة كعثمان يحمل على أنه أحيانا وأنه ليس الأفضل. ولذلك تجد في سيرته وهديه بيان أنه كان يختم كل سبع، يقسم القرآن على الأسبوع وهكذا. وهذا هو المناسب في الحقيقة لقدرات الإيه؟ قدرات الناس. ما هو أنت انتبه كده، ركز كده معايا، هو لما يقول لهم: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن ثلث القرآن في ليلة؟ لو هم أصلا كانوا شغالين بالطريقة دي كانوا له ده احنا النص يا رسول الله وتلتين، تكلم في ايه؟ لكن لما يقولوا مين يقدر يقرا تلت القران شق عليهم، يبقى هم ما كانوش ايه؟ ما كانوش بيعملوا كده. وصلت كده؟ يبقى هذا فيه عظم فقه الصحابه رضي الله عنهم، اذ لم يكن من شانهم الاكثار من التلاوه على حساب الفهم. لم يكن من شانهم الاكثار من التلاوه على حساب الفهم، بل الفهم هو المقدم. واللي عايز بسط في الموضوع ده ارجع للمحاضرة اللي هي اسمها التدبر لماذا وكيف، كلمت حوالي 20 طريقة تعينك على تدبر القرآن، ممكن انت تبدأ تسمعها من دلوقتي تجهز بها نفسك لرمضان. لذلك نقول: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. كان حال الصحابة رضي الله عنهم الختم كل 7، وإلا لو كان هذا ذأبهم لقالوا: بل نحن نفعله يا رسول الله، ونفعل أكثر من ذلك، كما نقل عن كثير من التابعين، وهذا عمل مفضول مخالف للسنة. لذلك نقول: الختم كل 7 مستحب. ليه؟ اقرأه في 7، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لمين؟ عبد الله بن عمرو. ورجح البخاري هذه الرواية على رواية 3. يبقى الختم في كل 7 مستحب، أفضل وأكمل الأحوال. يبقى انت في رمضان اكمل حاجه تعمل كم ختمه؟ 4. ويجوز الختم كل ايه؟ 3، ويكره احفظوها بقى. يبقى الافضل الختم كل 7 مستحب، ويجوز ها في كل 3، ويكره في اقل من 3. ليه يكره؟ لانه لا يفقه. وعبد الله بن عمرو لما قال له اطيق افضل من ذلك، قال له ليه؟ لا افضل من ذلك، وخير الحق في أي حتة، في رمضان، في الحرم، في أي مكان. قد تقدم صفة العبادة على عدد أو على العدد وعلى الكثرة، وإن كان هناك من رجح غير ذلك، لكن أنا أدلك على ما يعينك على حضور القلب بإذن الله والانتفاع بالتلاوة. أيضا فيه عظم شأن وقدر سورة الإخلاص، إذ تعدل ثلث القرآن. طب لماذا تعدل ثلث القرآن؟ ثلثان الآخران ماذا؟ القصص
والأحكام، القصص والأحكام. يبقى التوحيد أو العقيدة لإشارة إليها بسورة الإخلاص، الأحكام ثم الإيه؟ القصص. ضرورة الاعتناء بهذه السورة المباركة، أوصيكم بقراءة ما جاء في تفسيرها حتى يعظم الانتفاع بها. طبعا هنقف هنا ونختم، بس ما تنسوش، أو يعني مش جاي لقلب اللي انتم ما تاخدوش الحديث اللي بعده، مش هشرحه بس هقوله عشان ممكن تشتغل فيه من هنا للأسبوع الجاي. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. قد ايه القبر مخيف والناس بتعد ليه، وهتتحبس وهتظهر ليك نتيجة العمل ولو ظهورا مبدئيا، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. طب اللي يدلك على عمل تنجو به من هذا العذاب في 5 دقائق فقط كل يوم، اللي هو قراءة إيه؟ تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية هي المانعة، وفي رواية شفعت لرجل حتى أنجته من عذاب القبر، وفي رواية شفعت لرجل حتى غفر له. والله كنوز. أنت كده اعمل لنفسك أوراد كل ليلة. قراءة إيه أول حاجة؟ الآيتين من آخر سورة البقرة، 10 آيات تصلي بهما أو تقرأ بهما ما تيسر من قراءة قل والله أحد مرة مرتين 10 مرات بيت في الجنة، كما ثبت الحديث الآخر. قراءة سورة إيه؟ ها؟ تبارك الذي بيده الملك. هنا نتوقف ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.